القرآن والتربية ممكن نقول يعني بدون دين، بحكم أنه يمكن تعرفوا هذا الشيء يعني في أوروبا الحين أغلب الدول نحصل يعني الشعوب يعني أوروبا أغلبهم ملحدين. منورنا أخونا أوليفر، شاب بريطاني عاش بداية حياته في مسقط في عمان. والده كان معلم في عمان وبدأت قصته. أوليفر نورت الكويت، والله نورت الكويت ونورت العبدلي. وأجواء شلون الأجواء؟ بس كأنها باردة شوية. أوليفر أنت بدأت قصتك كنت تأخذ إجازة من عمان وتكون في بريطانيا وتلقى بعض الكلام عن المسلمين أو بعض الاستفسارات، صحيح؟ أيوة صح. أنا طبعا تربيت في عمان ولكن درست في الخارج، يعني اقصد المرحله الجامعيه درستها في بريطانيا. اي نعم. فلما كنت هناك في بريطانيا سئلت كثير عن الاسلام بشكل عام وبعض الشبهات وهذه الامور، وبحكم اني كنت يعني في ذيك المرحله ما مسلم، ويعني كنت ممكن نقول لا دين، كنت وقتها لا ديني، ما كان عندي خلفية عميقة في ما تعرف عن الإسلام كثير. بس بحكم أنك أنت عايش هناك. أيوة. في عمان يسألونك عن الإسلام، يسألونك عن أيوة بالضبط. والشيء العجيب أني لا إراديا كنت أدافع عن الإسلام، لا إراديا أيوة، وعن المسلمين. وهذا طبعا بسبب وبحكم أني تربيت هنا في عمان وفي المنطقة يعني بشكل عام بدون أي يعني المسلمين اللي تربيت معهم وعشت معهم يعني تعاملوا معي باحترام، ما حسوني اني غريب، فوجدت نفسك تدافع عنهم. ايوه وهذا شيء طبيعي يعني بسبب اخلاقهم وقيمهم. والله وصراحه والنعم في اخواننا في عمان، انعم واكرم والله العظيم. ونعم الصحبه ونعم العشره. العمانيين ما شاء الله عليهم، بس المسلمين بشكل عام اللي تعرفت عليهم اللي تربيت معهم سواء عرب او اني اتعلم عن الاسلام. انت الان بتتعلم عن الاسلام، انت مو مسلم ولكن بس للرد على الاسئله. ايوه بالفعل، وبدون نيه اني اسلم، فقط عشان اجاوب على الاستفسارات او الاسئله. فهذه كانت يعني بدايه الرحله او بدايه سبحان الله. وتعرفت على الدين الاسلامي اكثر؟ ايوه يعني خلال 3 سنوات أو 4 سنوات تعلمت اشياء كثيره عن الدين، تعمقت وبحثت وقريت وناقشت وكذا. بعد 3.5 سنوات تقريبا من بدايه البحث كنت بعدني ما مؤمن. مو مؤمن؟ تعرفت على الاسلام بس مو مؤمن. ايوه بعدني شفت اشياء كثيره، كنت احب الاسلام ولكن بعدني ما مؤمن. فواحد من الاصدقاء قال لي زين تقرب صوم في رمضان. هذا عماني. ايوه عماني. قال لك جرب صوم في رمضان. ايوه. انت كنت تناقش تقول انا مو مؤمن؟ يعني قلت له ان شاء الله تم. ها ما شاء الله. قلت اقرب ليش لا؟ من باب التجربه فقط. ايوه بالضبط. وسبحان الله بعد اسبوعين من البدايه بديت تصوم في رمضان. اي نعم بديت من اول يوم. انت اوليفر الان مش مسلم ولكن تصوم، تمنع نفسك من الاكل صباحا. ايوه. وكانت تجربة سهلة على فكرة، واستمتعت كثير بتجربة. أسمعك مساعة تقول قبل ذلك كنت تعتقد أنها جدا صعبة. أيوة كنت أعتقد، بس سبحان الله طلع الأمر سهل. شيء طيب سهل. بعد أسبوعين سبحان الله هنا صار التغيير، لأن سابقا مثل ما قلت كنت غير مؤمن، ولكن بعد أسبوعين من بداية التجربة هذه ما أعرف كيف ومتى بالضبط بس تغير شيء وصرت يعني أصبحت مؤمن فجأة. أنت مؤمن وترغب بالإسلام؟ أيوة أعتقد هذا التغيير صار يعني بشكل تدريجي، يمكن من بداية البحث عن الإسلام ما أعرف متى اقتناعك. أيوة بس أنا المهم أيوة اقتنعت وأسلمت. أعلنت إسلامك في منتصف رمضان. أيوة ما شاء الله تبارك. هذا كان في أي سنة؟ 2014. ما شاء الله تبارك. الآن مضى تقريبا حوالي 8 سنوات. أيوه. تبارك الرحمن. الحمد لله. الله يبارك لك يا رب، والله ثبتك. أي والله. أوليفر بصراحة نبي تكلمنا وبتجرد.
شاء الله. نظرتك عن الإسلام بس قبل الإسلام، شنو كنت تنظر للإسلام؟ إنزين، أول حاجة كثير نسمع عن الأفكار المنتشرة في الغرب عن الإسلام المسلم. إرهاب و نحن بحكم إن وما التمسنا من المسلمين إلا يعني احترام وحب، وفعلا يعني مثل ما قد عاملونا باحترام. يعني أكثر شيء شدك للإسلام المعاملة بصراحة؟ أيوة فعلا المعاملة. أنا كنت لا ديني، وفي فترة من الفترات حتى كنت ملحد نوعا ما، متشدد بمعنى متشدد للإلحاد. أيوة نوعا ما، بمعنى ما كنت أحب الإسلام كنت ترفض أي دين يعني، وتدعو لعدم لا دين. أيوة سبحان الله. ولكن رغم ذلك أما المسلمين، نظرتي للمسلمين يعني ما تأثرت وما تغيرت يعني. سنها يعني كنت عايش معهم وهم يعني يحترموني وأنا أحترمهم. عجيب. أكثر شيء خلاك تحب صراحة الإسلام؟ أنت قلت المعاملة هي اللي جذبتك. أيوة. أما الإسلام، أما بعد الأشياء اللي تعلمتها واللي حبيتها من خلال الأشياء اللي تعلمتها عن الإسلام خلال البحث، مثل أشياء كثيرة في الحقيقة. الإسلام منظومة متكاملة، بمعنى فهي فعلا منظومة متكاملة. فهذا الشيء عجبني كثير. كيف تأكل مثل ما قلت؟ كيف مثلا أيوة الأمور المالية، مثلا الزكاة. أيوة الزكاة الأشياء اللي ممكن مثلا تستثمر فلوسك فيها. أها حرام. أيوة وهكذا. فهذا الشيء عجبني. في أحكام كثيرة في الإسلام، البعض منها ما نعرف وما نفهم ما نستوعب الحكمة وراها، بس في أمور كثيرة بالعكس يعني في حكمة وفي حكم يعني ما شاء الله ما شاء الله. نفس الشيء يعني اكتشفت بأن الإسلام يعني دين منطقي يعني. وأي الإسلامي قبل بداية البحث عن الإسلام، أنا انطباعي عن الأديان بشكل عام أن الدين والعلم ما يتوافقون. أها. وأنا اكتشفت بالعكس الإسلام يحث على التعلم، التعلم وهذه الأمور. فانبهرت صراحة، ما كنت متوقع أنه البحث ما توقعت. أكيد قرأت عن الإعجاز العلمي وبعض المعجزات اللي ذكرت أصلا في القرآن. أيوة صحيح. فهذه من كل الأشياء اللي لفت انتباهك. أيوة صح. ومن الأشياء العجيبة يعني الحين لما نتكلم عن الملحدين، كثير منهم يعني دائما يذكروا العلم، يقولوا نحن نؤمن بويش بالعلم. أه. ما نؤمن بالله، ما نؤمن بدين. صحيح صحيح. نحن نؤمن بالعلم. صحيح. وأيضا الإنسانية، يقولوا نحن إنسان، ندعو الإنسانية. بس والله ما شاء الله عليكم الاكسنت عنده يعني اللغه العربيه عنده عمانيه 100%، فما شاء الله عليك. لا غلبنا هو 101. يقول حتى اللغه الانجليزيه الان صارت بالاكسنت العماني. هم يقولوا ها morals ethics treating people nicely is a part of our religion, it's a part of Islam, but it's one part of many parts. So I don't think it's a particularly strong argument. Because we have, you know, the spiritual side.